السلام عليكم. السلام ورحمه الله. دابا حنا بقى لينا ايامات على العيد مثلا الواحد بغى يشري الحولي باش يعرف ان اللحم فتيه ولا شارفه. فتيه بالسردق وشنا الحليب والتني هذو باش كيعرفوا. والحبوب صافي ما فيه حبوب ما فيه عيب. هذا هو السردق عينك ما با. كيفاش التني شنو هي؟ التني التني طلعتني حيد السنان ديال سنان الحليب وطلعتني وحيد السنان ديال التني طلع رباعي عاد ربعه. هذا هو الكتيبه ديالنا هي. ويعني بالنسبه للاثمنه كاين اللي كيقول السوق هذا العام طايح حيت كورونا. السوق طايح كاين على جوج نصاف. كاين البهيمه في هذاك الحبوب كيبيعها مولاي يبغي يتفك واللي عنده الصفاق شا الثمن. دابا كتباع بثمنها هاد السرديه كتباع بثمنها. يعني مثلا شحال الثمن على حساب الميزان العبار؟ العبار كله واش كله الحولي كاينه خمسه. معينه دابا حنا ما كنعبر الكيلو ما نعبر والو. ما نعبروا لا الكيلو لا والو كنبيعوا معينه. مثلا اقل ثمن واللي طالع. طالع دابا البهيمه على وجهها. البهيمه على وجهها. ان هي اللي فيها العيب هي اللي تكون ناقصه. هي اللي تكون ناقصه من الثمن عاد مولا عاد باغي يفك منها. واللي هي صافيه كيحكر عليها مولا. يقدر الشاري يعرف بان الضحيه ما فيهاش فيها العيب. كاين اللي يعرف وكاين اللي ما يعرفش. كاين اللي عرف هذه الضحيه كاين اللي كيعرفها في النقصان وكاين اللي ما عرفش النقصان. إذا النقصان هو هذا الحبوب هو النقصان. هذا الحبوب كون شي حاجه ساتها هذا هو النقصان. كيفاش ساتها؟ واش يقدر يكون يقدر يكون الحولي يقدر يكون الحولي مستوه؟ اي كاين كاين اللي بيها مستوه. كيفاش كيشرح لينا؟ اي عودي كيدور بحال ما والكساب راهم خاسرين. شتي هذا والله الا خاسرين فيه. الا كان شي حاجه صافيه والله الا خاسرين فيها. يعني طيحتوا الثمن؟ اي كان ذاك اللي فيه الحبوب طيح علينا حنا الثمن. احنا ما نقدروش نجيبوا شي حاجه عايبه نبيعوها. وشنو تقول للناس اللي يشريو؟ اه باش ما يتقلبوش. كنقول لهم حاجه مليحه ها انتم ها منين تقلب. كيقلبوا ما قلبوا يقلبوا ها منين تقلبوا. قلب من هنا. دابا قول عاود فمك. راه خلي عاود. هذا واعر هذا واعر. واعر هذا الحولي. واعر هذا الحولي. كيدير الثمن. واكل واكل علينا. كنتهلاو فيه مزيان والصير عندنا واعر. غالي هذا العام الصير. هذا العام غالي الصير. واش يعني نقولوا بان الفلاح ضايع هذا العام؟ ضايع. ضايع. هذا من نهار زاد وهو كياكلها بالفلوس. كيسقروا عليه فلوس ساحق من نهار زاد. مثلا كتصير عليه في النار. واش انا كنقول لك؟ انا نقول لك انا اللي نقول لك شحال كنصير عليه في السيمانه؟ 80,000 في السيمانه. 80,000 في السيمانه. على 50 ديال الحولي. 50 الحولي. 80,000. كلمه اخيره الشريفه اش يمكن تقول؟ نعم. اشنو يمكن تقول؟ واش يمكن الله يطولنا عمرك. كلمة أخيرة للناس اللي كيشوفوا. كيفاش؟ أشنو يمكن تقول لهم في هاد العواشر وعلى الحوالة؟ الحوالة ملاح. الحوالة ملاح. إلا كنجيبوها المليح كنبيعوه. اللي كيدوا عندنا صافي كيقول الله عمرها دار. الله عمرها دار. هذا هو دروك كنبيعو نشروها مع الكليين. اللي فايتين ثلاثة سنين دروك هما كيعيدوا من عندنا. ما كنجيبوش لهم العيب ما نجيبو حتى حاجة. هذا هو. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.